السعدية بتصور لكم وهي مطبقة عشان تحل مشاكل كل واحدة متطلقة. معانا مدام سوزي المطلقة بتقول لي يا سعدية طليقي ماسك عليا صور وبيهددني بيها. طب خليه يستجرأ بس ويجرب ينزل حاجة، وأنا وحياة أمه هوريك هعمل لك فيه إيه، ولو نزل لك حاجة يا بت اعملي لي منشن عشان بيني وبينك الفضول هيموتني وأموت وأعرف الصور دي فيها إيه. رانيا بتقول لي حبيتي قبل كده يا سعدية؟ يا حبيبتي وحياتك، أنا الحب الوحيد اللي عرفته في حياتي هو حب البنات بتاع ليلى علوي وحنان ترك، وما كملتش كمان الفيلم لآخره، فبلاش تقلبي عليا المواجع الله لا يسيئك. ومعانا مدام سارة بتقول لي يا سعدية حماتي بتغير مني لما بزغزخها من كتفها. ايه ده؟ لا استظراف وقلة أدب، هبلوكك واديك على بقك، اظبطي واحترمي نفسك كده. ومعانا سؤال من مدام سميرة بتقول لي الحقيني يا سعدية سكنت قدامنا رقاصة اسمها سلمى برو ماكس وجوزي عينه عليها، أعمل إيه؟ بصي يا مدام سميرة من الآخر عشان ما تتعبيش نفسك، أي حاجة بثلاث كاميرات بتشد، المهم أنت بس ما تقلقيش من أي حاجة خالص، ابعتي لي على برايفت مساحتها سنها وأنا بإذن الله هحل لك كل ده، ما تقلقيش من حاجة. وآخر سؤال من مديحة بتقول لي يا سعدية لو أنت ماشية جنب حبيبك وبص لواحد غيرك وأنت ماشية معاه، هتعملي معاه إيه؟ وحياتك هي بصة واحدة، وهخليه قاعد زي طفل في رابعة ابتدائي بدرس له جغرافيا وبعرفه أهمية التضاريس اللي معي. مسيطرة همشيك مسطرة هخليك